بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا الحلقة عنا عبر الام تي في. دائما بنحكي عن السياحة بلبنان، هي كبلد سياحي، ولكن قديش نحن اليوم بحاجة نعزز هذه السياحة، وكمان يعني إضافة للسياحة البحرية عم نحكي كثير بالسياحة الدينية. بالنسبة لنا السياحة بلبنان هي طبعا سياحة أربع فصول، سياحة بحرية، كل السياحة سياحة إذا عرفنا نحن نجذب طبعا السياح، ولكن في سياحة بحرية بتجذب اللبناني قبل ما تجذب الأجنبي أو المغترب أو السائح في لبنان. بيسرني كثير اليوم اني استضيف رئيس نقابه المؤسسات السياحيه البحريه في لبنان وامين عام اتحاد النقابات السياحيه الاستاذ جان بيروت. اهلا وسهلا فيك. حضرتك وبالمشاهدين. يعني احنا حبيت كثير تكون معنا اليوم باستوديو. بعرف اليوم قد ما البحر حلو بلبنان، واحد ما له قلب يترك البحر والمي مع هالشوبات، بس بنستحق نعمل حلقه، خصوصا انه توارد كثير خصوصا على الفيسبوك عن فحوصات صارت للبيسينات للمجمعات البحريه. البعض قالوا انه لا ما نسبه الكلور اقل كثير. نحن عملنا ريبورتاج وبدنا رايك كمان بالموضوع. انا شايفه جايبه معك كمان نتائج فحوصات وهيك. بتحب نبلش نشوف الروبورتاج ولا بتحب تحكي شيء عن الموضوع قبل؟ بنشوف الروبورتاج مع أنطوني مرشا. أنا من محبي البحر كتير، بس أنا بنزل على البيسين، يعني ما بنزل على البحر. السنة أبدا ما رحنا على البحر، لأن عارفين إنه الجو ملوث والبحور ملوثة وما عم نروح. ما بسبح بالبحر بقى، هيدي ما عم بنزل على البحر، بعد مش نازل ولا مرة على البحر السنة، وما رح أنزل إن الله راد. هلا من بعد هالتلوث والزبالة مش عم بروح على البحر. تيجي صار كله ملوث ومش واقفة على البحر، يعني حتى الجو ملوث وين ما كان. بس بتصور لو شوي بيقوموا بحل قصة النفايات وما تكون المكب بالبحر مالوريزمون، المفروض يقولون غير حل. وتأذى كل واحد ببلش شوي يكب مطرح ما لازم، ما بنوصل على بوليسيون بميلة البحر وبوليسيون وين ما كان. وبعدين هلا بده يحطوا الحجة على الدولة، والدولة شو ما قال عليها، يعني هن الناس اللي عم بيوصلوا برعم برحمة للدولة، يعني كتر خيرها، ما بدها رحمة أبدا. منروح على البحر ونزعل كل ما ننزل، الزبالة بتعرفوا يعني وين ما كان، وبس بيعقد إنه في عالم عم تنزل وتنظف. ونزلنا كذا مرة يعني، هول انيسياتيفات كثير حلوين أكيد. ونطلب إنه بركي يصير في يا البلدية يا حدا يحطوا أرمات قد الشجرة، يعني إنه ممنوع التلوث، أو إذا حدا بيلوث بيتعاقب بطريقة معينة أو شيء، كرمال نقدر نحد من هذا الشيء. تعايش مع التلوث. في حل تاني؟ ايه ما في حل. اكيد في تلوث، وتلوث صار بمراحل بخوف بلبنان لدرجه انه صار بده حل. صح، كل لبنان ملوث البحر فيه، واهم شيء النجونه ما فيها ولا بحر، لانه انا البحر بعتبره بحر بيبليك لكل العالم، مش بحر بريفي. بحر رمل مثل الشط اللي كنا ننزل عليه بجبال، مثل الشطوط اللي كنا ننزل عليها بالتسعينات بجوني، هلا صارت كلها معدومه. من الدخون ببين، ما بشجعك تمشي اصلا. ما بتفرق معنا لانه كل شيء مثل بعضه، يعني ما فيك تقول لي هاي ملوثه وهي لا، كل شيء مثل بعضه، كل شيء عاطل. انتبهت كيف؟ ما تقول لي هاي ملوثه وهي نظيفه، كل شيء ماشي نزول لحتى يتغير على هاد. بيسين بنزل بس كمان مش كتير، لأنه بنسمع أنه كمان مش نظيف. هذا الإجراءات اللي أخذتها الدولة هي من هذيك السنة، منها شغلة جديدة، وهي النتيجة طلعت من هذيك السنة بموضوع التدقاس اللي هي الملوحة بالماء. نحن ثلاث أرباع المشاريع بلبنان هي ماء بحر، طبيعي أنه الملوحة تكون عالية فيها، وتوضحت هذه الأمور. بس اللي تفاجأنا فيها أنه طلعت على السوشيال ميديا وأكيد انتشرت، وبلبنان ما بناخذ الا الاشياء السلبيه. بعلم متكلين عن نقيب انه هو اجتمع بالاشخاص المعنيين بالموضوع، ولازم يطلع توضيح من الدوله، ما لازم يطلع توضيح منا. بس اكيد نحن بعتقد كل المشاريع ما عندها مشاكل، لانه هي المشاكل اذا في شيء بده يكون جرثوميه، بس اليوم ميه البحر طبيعي بدها تكون مالحه. مع الاسف ورقه صدرت من غير الجهات الرسميه اللي المفروض تصدرها، وبالاساس نحن حتى ما بلغناها رسميا، واجت تحت عنوان مياه غير صالحه، وهيدي بتخالف الواقع. المياه تبعنا والاكثريه
مجمعة السياحية البحرية بتعتمد لتعبي البسينة تبع مياه مالحة، مياه مالحة من البحر. بالطبيعي المياه المالحة بتتلأس فيها المواد الصلبة، المينيرول اللي فيها بتبقى نسبة عالية 6600 بي بي ام. وقت اللي عم بيقولوا المعتمد للدولة هو تحت الألف بي بي ام، تحت الألف بي بي ام ما فيك تحصل عليها إلا مياه عذبة، مياه حلوة. المياه الحلوة غير متوفرة لكل الشط اللبناني اللي يعبوا بالسنة تبعه. يعني نحن بالكار تبعنا بيعوزنا 30 مليون لتر، لأنه الحوض تبعنا غامي 30 مليون لتر مش بسهولة بيقدر واحد يأمن قبل. من هيك نحن معتمدين مياه مالحة أكيد بتتكرر. التركيز لازم يصير على صلاحية المي من ناحية البكتيريولوجية، يعني إذا فيها بكتيريا صالحة ولا لا. نحن مصرين وعم نمارس عملية الفحوصات بصورة دورية من 30 أو 35 سنة، نحتفظ لغاية تاريخه بكل الفحوصات اللي انعملت بيريوليك. ممكن عم تنحط على لائحة الإعلانات للناس يطلعوا عليها، كل أعضائنا بيطلعوا عليها. وهيدا اللي خلى إنه نادي ما يسجل ولا حالة أبدا قطعيا، ولا حالة لا انزعاج من المياه لا داخليا ولا حتى تفريط جلدي ولا شيء. يعني استجنبا نفصل بين البحر وبين البيسينات، يمكن البيسينات في عليها رقابة بينما البحر كلنا عم نعاني، مش أنتوا بس، كل اللبنانيين بانتظار طبعا حل المشاكل. خلينا نحكي شوي بالبيسينات اليوم. تسمحي لي أعمل مداخلة عن البحر بالأول؟ يلا تفضل. نحن بأول موسم الصيف وبدعوة كان في وزير السياحة ووزير البيئة ووزير عدة وزراء ووزير الزراعة، أوكي، وانطرح الموضوع هذا، وكان في مؤتمر صحفي لمركز علوم البحار. صحيح. واثبت انه 85% من الشاطئ اللبناني سليم للسباحه. 85% باستثناء للاسف منطقه رمل البيضاء ومكبات المجرير، مكبات الانهر اللي هي بتحمل معا جرير من فوق لتحت. نعم. انما اليوم السنه اكدنا باول صيفي واستبقنا كل الاشاعات تبع الفيسبوك غير الفيسبوك اللي السنه الماضيه كان تمنى انه 300,000 لبناني يسافروا تيسبحوا برا. للاسف. اليوم تأكد انه البحر، وحتى الدكتور بيقول اللي هو رئيس مركز علوم البحار انه لبنان احسن من كثير من الدول اللي عم بتزوروها انتم على مستوى البحر. والنقاط اللي هي تحددت، النقاط اللي هي انه بتخوف انه يفترض ما نقرب عليها، اللي هي مصب الانهر ومنطقه رمل البيضاء. هذا بالنسبه للبحر. وهذا كنا عم نجرب نحن نعمل حملة مسبقة قبل ما تبلش الدعاية تكون سلبية، مع وقائع ومع مستندات لناس هن اختصاصهم، لناس مسؤولين بالدولة وعندهم مصداقيتهم، وكان في وجود لعدة وزراء مشان تأكدوا هالموضوع هذا. اجتنا الحمد لله خبرية الملوحة الغير مطابق للمواصفات. أكيد هو غير مطابق للمواصفات، بس أي مواصفات؟ نحن عم نحكي عن مواصفات المي الحلوة. صحيح. عم نفحص فيها مي البحر. يعني اكيد مش حيكون مطابق للمواصفات، لانه مية البحر فيها يود، مية حلوه ما فيها يود. وكثير من الامور لبل اجت كل الفحوصات جرثوميا ما في ابدا ولا حدا عنده مشكله جرثوميه. المشكله هي بغير مطابق المواصفات، لا يمكن انه تطابق مع المواصفات. كل البيسينات اللي انفحصت بالجبل كانت اجت مطابقه للمواصفات لانه بيعبوا مي حلوه، وكل البيسينات لحد البحر اجت غير مطابقه للمواصفات. ورجعت المختبر المركزي انا وحكيت معهم بهالموضوع تحديدا، انه هي انتم اي بارامتر عم تستعملوا، البارامتر المي الحلوه اكيد بيطلع النتيجه هيدي. اكيد مش ممكن يكون غير شيء، يعني مش ممكن تفحصي بطاطا ويطلع معك خس. اكيد. بعدين المي على البيسينات على البحر غير البيسينات بالجبال، هيدي شغله طبيعيه. هي المي طبيعه المي، المواصفات عم بتقول انه فيها ملوحه، اكيد فيها ملوحه، فيها ميتو، فيها يود، اكيد فيها يود بقلبها، لانه وهي الناس بتيجي خصوصي على بيسينات مية البحر مشان لانه فيها يود بقلبها. اضافه لهالشيء النقابه معممه من اول صيفيه بتطلب من كل الزملاء يعملوا فحوصات كل 15 يوم لبيسيناتهم بالمختمرات المعتمده وانه هي مرخصه، وهالشيء عم بيتم وعم تتعلق الفحوصات على باب المؤسسات لتكون الناس مطمنه. وهذا اللي قاله احد اصحاب المؤسسات. على كل حال نحن من بعد ما حدا ضنين ب
بهالمسؤوليه هيدي وبمستقبل السياحي لمؤسساتنا اكثر من اصحاب المؤسسات 100%. من هيك والوسائل التواصل يا ريت شي مره بتدل على حالات بتكون فيها تسمم ام ام ام، مع انه الاعلام كثير ناشط بالايام. منهني نفسنا نحن 5 سنين لليوم في شي حاله تسمم بشي مطعم؟ ابدا الحمد لله. في شي حاله بقلب البسينات؟ ليش نحن بدنا على طول نشوه حالنا وندعي الناس وكانه مطلوب؟ يمكن في شركات وراء هالموضوع هيدا للسفر. كيف انه لازم تسافر تتسبح، انت ما فيك تسبح بالبلد. مش بس برا مين بيقول لنا انه الشط انظف من الجميع؟ يعني ما حدا بيقدر يعرف كمان انه ما حد بس قال انه هيدي الدول اللي عم بتزوروها لبنان شطه انظف 100 مره. اقله ما عندنا مصانع كيميائيه تهدد البحر، ما عندنا نحن عندنا تلوث جرثومي بمناطق معينه وتحددت المناطق كذا نقطة نعمل فيهم خريطة ونشرت بكل الأعلام 100%. وحتى نحن كمان نشرنا هون. نحن من بعد هذا الفاصل رح نعطي تفاصيل أكثر بموضوع البيسينات والمياه فيها. فاصل. نائب بيروتي، على كل حال احنا صرنا ما رح اقول اخر الموسم، بنص الموسم اذا بدي اقول، واللي عم ينزل على البحر عم ينزل. طمني بالك انه باخر الموسم. ليه؟ لانه الموسم ببلش بتراجع من ابتداء من عيد السيدة. ايه تراجع لانه بصفي الجبل، الناس تقصد الجبل اكثر والناس ترد اكثر، المهرجانات والفواكه والقضايا كل الموسم بيتغير. كما وانه الحمد لله بهذا الوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه نحن، التراجع الكبير بالقطاع السياحة البحرية، لأنه الناس عم بتخفض قد ما فيها نفقاتها مع كل العروض اللي عم تنعمل على المؤسسات السياحية. اليوم في تراجع في مناطق متراجعة 30%، في بس بالوقت النقيب عم نشوف في نشاط كتير مهم لمجمعات سياحية جديدة، يعني من 10 سنوات لليوم عم نلاحظ أنه هذا القطاع يعني مهم. في تحول، في تحول بهذا الاستثمارات. صحيح. وكتير من المؤسسات بالوقت العقارات كلها واقفة بينما المجمعات ماشي. لا مش مجمعات، مش هالقد، هيدي مسابح عامة مفتوحة. كل واحد عنده سياسة معينة، في ناس عندها مسابح ببلاش فوت تاكل، في ناس عم تقدر تبيع غير برودكت، تغير، صار في تنوع بالسلعة السياحية، صار في تنوع كتير كبير، وعم نشهد تطور كتير سريع. هذا التطور بيجي نتيجة الطلب ونتيجة رغبة الزبون بهو شو بده من هالموضوع. لما بيكون مع القطاع الخاص بنقدر نضمن أكثر، يمكن إنه في نظافة، في مراقبة، في واحد في مرجعية بيقدر واحد يراجع حدا. مع الدولة ما في بقى مسابح شعبية، يعني ندرت كتير. خلينا نكون واقعيين، يمكن إذا في وضع اقتصادي سيء بالنسبة للناس، في وضع اقتصادي أسوأ بالنسبة للدولة. بس هذا الشيء ما بيغنيها عن مسؤوليتها. قانون معالجة الأملاك العامة البحرية يلي هو بعد الناس بتحكي بالإعلام أملاك أنتوا بلشتوا بالتسوية، ما هيك خلصت وتدفع. التسوية والناس صاروا أكثر من نصهم دفعوا أوريدي، والباقيين عم بيقسطوا، يبقى عم بيدفعوا على مراحل. في من ملحوظ موازنة من هالمصاري هودي تحديدا لإنشاء مسابح عامة، ما بنسميها مسابح شعبية، يعني من التسوية اللي عم يدفعوا أصحاب مجمعات البحرية بدأت تروح جزء من جزء منها لتعزيز المسابح الشعبية، وفي من الرسوم تدفعية سنويا. إنما إن شاء الله إنه هالمصاري تروح بالاتجاه الصحيح، لأنه القيمين على الأملاك العامة البحرية اليوم عندهم برنامج لإنشاء حوالي 12 مسبح عام بمناطق صالحة للسباحة، وتكون بيحطوها بعهدة يما شركات يما بلديات يما حدا، مش انت تقدر تدير هالمؤسسات هيدي. اليوم ما فينا نقارن حالنا بدول اللي هي برا، ما فينا نقارن حالها بالشواطئ الموجودة بأوروبا ولا بقبرص ولا نحن. بمجتمعاتنا في تنوع كتير كبير، وفي متطلبات كتير كبيرة للزبون ولا المواطن. اليوم في مسابح بطلت مسابح، صارت نايت كلاب بالنهار. في مسابح صارت عائلية، صارت للأعراس كمان، يعني عم يعمل حفلات أعراس الأصوات والموسيقى والأجواء بتنخلق جوا للشباب. صار في تنوع بهالمؤسسات هيدي. في مؤسسات عائلية صرف، في كل مؤسسة عندي هوية وبتستجلب نوع معين من الزباين. هذا التنوع الكبير يلي هو عم يرعى. للأسف لما نشوف صور بالأول غير هيدي الصور، هلا عم نشوف صور الحلوه وهي حقيقيه كمان، يعني متاسف انه نشوف هيك صور، لانه كلنا بنتاسف كلبنانيين. هيدي مناطق متروكه ما حدا بيهتم فيها. عندنا كم من الاشياء، المشاكل بهالبلد
ما فيك تضوي على مشكلة واحدة ولا على حل واحد. ما بعرف يعني اليوم إجت الدولة تنتقد مؤسسات سياحية عملت 2 مليون متر مكبات زبالة على البحر. خلينا نكون واقعيين. كوستا برافا وجديدة. نحن لحد اليوم بالاتجاه المقبول، القطاع الخاص بعده عم بيلعب دوره، الضغط عليه عم بيكون أكبر وأكبر، الكلفة عم تكون عليه أكبر وأكبر. ما بعرف قديش بيقدر بهالظروف الاقتصادية القطاع الخاص يضل موجود. امبارح المشكل اللي صار بأبر شمون والجبل، الحمد لله هلأ رجع الشمع بين 30-40% الشغل بمنطقة الدمور والجي وهالمناطق كلها، 30-40% لأنه الناس ما كانت مطمنة بقى تروح على هيدي المناطق للأسف. أوكي، صار في كمان تحول بالسوق سريع. اليوم العطل اللي عم بتكون موجودة اللي هي بلشت فيها الدولة إنه تكون سبت أحد ما في شغل، خلت الناس أكثر تروح على الجبل. وأنا بشجع هالموضوع لأنه لازم يعني التكافؤ، لو نحن أصحاب مؤسسات سياحية بحرية بدنا الجبل يرجع ينتعش. بس حول هالموضوع لازم يكون في سياسة عامة واسعة تتقدر تخدم الناس والمصالح الاقتصادية بالذات، خصوصا أنه لبنان يعني الأربع فصول، ودايما نتغنى منقول يعني منقدر نسبح ساعتين ونكمل على الجبل بساعة، يعني نقدر نسبح 12 شهر. إيه يعني نحن عندنا أوتيل، نحن ما مفضي مية البسين 12 شهر لأنه السيزون يعني الموسم اللي بيجوا فيه أجانب بالنسبة لهم لما بتكون حرارة المية 18 و19 و20، خصوصا كمان السباحة اليوم ما عادت هواية، صارت نوع من الكمان ثيرابي إذا بدك. اليوم يوسف السباحة يمكن مرض العصر لأوجاع الظهر وشو ما كان، إذا بتسبح بني من هيك ما عادنا نقول بس من أيار ل 15 آب، يعني كمان هيدي اليوم يعني هذا القطاع يلي عم ينشط كتير وعم يتحول مثل ما قلت بسو بيروتي، ما في سياسة عامة يعني ما عم تلتقوا مع المعنيين اللي ناشطين كتير، يعني وزير السياحة ناشط كتير بالمهرجانات وغيره للتشجيع، أنتوا معكم شو الوضع كيف توصل؟ كلمة التشجيع هيدي ما بتمشي معنا، نحن بدنا نحن طلعت نظرية عن نقابة المطاعم، إذا بنقطع لهم تيكيتات للسياسيين أول صيفية وبيسافروا على حسابنا بتوفر أول شيء فكرتها هيك خبرية طلعت مضبوطة. اليوم كون جديين بهالموضوع هذا، أكيد معالي الوزير ناشط وكل القيمين ناشطين، ولكن الظروف اللي عم تمرق فيها يعني امبارح المشكل اللي صار مين مسؤول عنه؟ صحيح. وين وصل؟ نعم. ما اثر على السياحه خارج منطقه الجبل اكيد. بالناصت اليوم بمرق العيد هاليومين كان كثير الفنادق حجوزات عاليه، رغبه الناس بالخروج، عندك اسبوع كامل من الفرصه، هذا كله حرك كثير العمليه السياحيه. كثير منيح الحمد لله. انما عم بيطلع اللبناني اخر شيء من جمعه من هالنوع، جمعتين ثلاثه بيقعد بالبيت لانه بيطلع امكانياته محدوده، اللي بيصرفهم بجمعه مجبور يخبي على جمعتين ثلاثه. 100% ما بيلحق يجي ايلول بتبلش المدارس تحضر اللبناني والعائله اللبنانيه للكلفه الكبيره اللي بتدور حول قطاع التعليم من قصوطه ومن ما بعرف فورنيتور وما الفورنيتور، هودي كلهم عم بيكونوا ضاغطين على الاقتصاد الوطني اللي هو لازم يتحرك اهيب من هيك بعد ما لقينا حالنا نعرف نمشي لقدام. مشكلة بس أنا يعني حبيت اليوم لما قلت، لأن دايما بالموازنة ما كانت عم تدرس، بكل موازنة بتدرس بقول ليش ما بتروح على الأملاك البحرية، ففهمنا من حضرتك أنه راحوا خلصوا يعني هلأ وكتروا وكتروا فتشوا على شيء تاني، يعني أنه مش فتشوا على شيء تاني، أنه هذا كان واجب على المستثمري الملك العام البحري اللي هو أملاك للدولة أنه يدفعوا البدلات اللي هي كانت مترتبة عليهم على 25-26 سنة لورا. نعم. اوريدي اندفعوا، يعني في ناس عم خصوصا يعني انه طلع قانون كمان للتسوية، في ناس انتقدت هذا القانون ولكن حرك شوي هيدا ما بيعطي المستثمر أي حق إلا سنة فسنة يكون مستأجر. إنه الانتقاد، حرية الانتقاد ما بعرف لوين بتوصل، مثل كل شغلة بالبلد بننتقدها، بلشنا بقصة الزبالة، بعدنا عايشين بزمن الزبالة وصرنا عندنا مخرجين شي 15,000 خبير بيئي. ما في شيء بينحل بهالبلد، ما بنؤمن بالحلول بهالبلد للأسف، ما عاد عندنا إيمان بأي ولا بالإدارة ولا بالمسؤولين ولا بالمسؤولية ولا بحالنا. هذا ما بيوصل لمطرح، نحن لازم نرجع نكون نفسنا عن جديد ننطلق نحو عالم جديد، إذا ما منواكبه اليوم رح نكون براته. على كل حال في حلول كتيرة وفي مبادرات كتيرة الحمد لله، إن شاء الله تنجح كلها لأنه هذا البلد كلنا منحبه وكلنا عايشين فيه وما بدنا نتركه. ما عندنا حل غيره. أهلا وسهلا فيك نقيب جون بيروتي. طبعا مشاهدينا دايما الموعد بيتجدد مع الام تي في الحل عنا، إلى اللقاء. شكرا.